اليوم غادي نوريكم كيفاش كندوز من بحال هكا لبحال هكا في 10 ديال الدقائق. اول خطوه كنرطب وجهي مزيان، حجباني كنمشطهم للفوق وكنخليهم طبيعيين، اونتي سير فوق عينيا باش نوحد اللون، كندمجو لبرا وداكشي اللي بقى في البانسو كندمج به القدام ديال عيني. كناخذ لون مفتوح بحال هذا كندمجو على العين كامله وكنجرو لبرا باش يجيو عينيا مسحوبين. كنهش شويه من قلمه العينين بالبانسو وكنرسم خط ديال الايلاينر اللي ماشي ضروري انه يكون مثالي. نفس البانسو كنهز اي شادو بني مغلوق وكنرسم فوق من الايلاينر اللي رسمته كنزيد ندمجو، وغير بصبعي كنزيد نقادو كيف ما بغيت. كنزيد نحط نفس اللون حتى في الخط السفلي ديال الرموش، واذا كانت راشقه ليا كنزيد قلم ابيض باش نكبر عيني اكثر. كنخلي في لابغوس ديال الماسكارا غير داكشي اللي محتاجه باش نخدم شفاري، وكنجر شفاري للجنب باش نخلي عيني يبانو مسحوبين اكثر. كنحط لونتي ساغن بهذه الطريقه تحت عيني وكنحطو في كاع المناطق اللي محتاجين تغطيه. كنستعمل البانسو باش ناخد احسن كوفرونس وغير كنطبطب ما كنجرش. البرونزر كنحطو في العظم اللي الفوق، كندمجو حتى هو بطريقه ديال الطبطبه وكنحاول نسحبو للفوق ماشي لتحت. خلطت شويه ديال الفراجو مع شويه لونتي ساغن باش نزيد لا كوفرونس ديالو باش نفتح اللون. حطيتو حتى هو في العظمه الفوقانيه وبديت كندمجو بنفس الطريقه للفوق. خديت شويه لابودغ كنورك باش تدخل تحت عينيا مزيان بلا ما نجر، وداكشي اللي بقى كنابليكيه على وجهي كامل. كنرسم لي ليفغ بلا ما نخرج على الخط الطبيعي ديالهم. كنابليكي ليبستيك، واخر خطوه هي الجلوز، وهذا هو الميك اب ديالنا.